السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة مش عارفة إيش أقول غير إني أبدأ كلمتي هذه بأني أقول لكل واحد في هذه القاعة شكرا جزيلا، أحبكم 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 من داخل قلبي، وللشعب اليمني العظيم في جباله وسهوله ووديانه أحبكم 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 وشكرا لكم. لشباب الربيع العربي، لنسائه، لشهدائه وجرحاه، شكرا لكم، أحبكم أحبكم أحبكم. في بدء كلمتي أيها الأحبة أحييكم جميعا مرة أخرى فردا فردا، وأشكر كل من ساهم في إعداد والتحضير لهذه الفعالية الاحتفائية. أشكر مديرة مؤسسة توكل كرمان السيدة مسك الجنيد وجميع طاقم المؤسسة، جميع طاقم المؤسسة شكرا لكم جميعا من أعماق قلبي. كما أشكر شركة بلقيس ميديا جميع أفرادها وكذلك قناة بلقيس. أيها الأحبة، قبل 10 سنوات وبالتحديد في 7 من شهر أكتوبر 2011، بينما كنت في خيمتي في ساحة التغيير بجامعة صنعاء، رأيت شباب الثورة يرقصون حول خيمتي يغنون وينشدون يا سلام يا سلام حزنا نوبل للسلام، يا سلام يا سلام توكل رمز السلام. لم أكن على علم حينها بأنني مرشحة لجائزة نوبل للسلام، كنت ولا زلت مسكونة بكل تفاصيل الثورة وملاحظة الاستبداد. لقد كان يوما عظيما، يوما من أيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية، يوما اعترف فيه العالم بعظمة ثورات الربيع العربي وبسلميتها. وفي مقدمة هذه الثورات الثورة الشبابية الشعبية السلمية اليمنية، ثورة 11 فبراير المجيدة. أيقنت حينها أننا في الجانب الصحيح من التاريخ، هذا ما قاله الضمير الإنساني في لحظة صفاء نادرة. منذ اللحظة الأولى اعتبرت جائزة نوبل هي جائزة الشباب اليمني والشباب العربي والمرأة اليمنية والمرأة العربية، ولم أكن حقيقة مبالغة في ذلك. وانطلاقا من هذه القناعة خصصت القيمة الكاملة المالية للجائزة شكلها كاملا لصندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير والحراك السلمي الجنوبي. لقد كانت جائزة نوبل التي منحت لي في عام 2011 حقا لكل حر ولكل ثائر في الميدان، حقا لكل حر ولكل ثائر حقيقي. لقد رأيتها جائزة لكل إنسان يناهض الاستبداد في هذا العالم. إنني أكره الاستبداد وأشعر بالفخر أن المستبدين قد ناصبوني العداء. نعم، إنني أكره الاستبداد وأشعر بالفخر أن المستبدين قد ناصبوني العداء. لقد مثل هذا الحدث التاريخي بفوز أول امرأة عربية بجائزة نوبل تقديراً للمرأة العربية وتكريماً لها واعترافاً بدورها في ثورات الربيع العربي. لقد أخرج الربيع العربي قضية المرأة وحقوقها من الإطار الخاص إلى الإطار العام الملتحم بقضايا المجتمع. لم تعد المرأة قضية منفصلة عن قضية مجتمعها،
وحقه في الكرامة والحرية والعدالة والتغيير ودولة القانون. ثورات الربيع العربي وتحديداً الثورة اليمنية أطلقت قضية المرأة من الفعاليات الهامشية المعزولة في الندوات في فضاء المجتمع الواسع ومساحاته، وخاطبت كل النساء اليمنيات والعربيات اللواتي شاركنا في الصفوف الأولى للثورات في فعل جسور يتحدى الموت والرصاص، وهتفنا فيه لتحرر المجتمع والمطالبة بالتغيير ودولة الديمقراطية والمساواة والقانون. بعد 10 سنوات من ثورات الربيع العربي ومن فوزي بجائزة نوبل، بقيت بعض التحديات كما تغيرت بعضها، لكن توكل كرمان هي توكل كرمان مع شعبها ومع الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية والحقوق والحريات والدولة الحديثة. هذه هي أهداف اليمنيين في نضالاتهم الوطنية خلال القرن الماضي. البعض اعتقد أنه حصولي على نوبل سيجعلني أكثر مهادنة للأنظمة المستبدة بما يتماشى مع موضة السلام التي يتم الترويج لها في الدوائر المرتبطة بتلك الأنظمة المستبدة. بالنسبة لي كانت جائزة نوبل حافزاً يعزز إيماني بمبادئي وقناعتي المنحازة للإنسانية والعدالة والحرية وحقوق الإنسان، وتعزيزاً لقيمي وقضيتي وما أؤمن به ونذرت حياتي من أجله. لقد قررت من اليوم الأول للثورة، وقبل نوبل وبعد نوبل، أن أكون وفية لتضحيات شهداء الربيع العربي، فلم أساوم يوماً على قيم الربيع العربي، ولم أكن لأقايض مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بأي جائزة مهما على شأنها. على العكس من ذلك، قررت أن أكون وفية لقيم وأهداف الربيع العربي، وقد واجهت في سبيل ذلك حملات دعائية متنوعة استهدفت اغتيالي معنوياً، لكني كنت راضية بالثمن في سبيل عالم حر. نعم، كنت راضية في الثمن الذي دفعته والذي سوف أدفعه في سبيل عالم عربي حر. لست نادمة، فالأحرار كلما ألحق الأذى بهم يستمرون في نضالاتهم ولا يستسلمون. لست نادمة، فالأحرار كلما لحق الأذى بهم يستمرون ولا يستسلمون، بينما الطغاة وأتباعهم ليست لديهم فضيلة أو أي قرار. الأصدقاء الأحباب، منذ نحو 10 سنوات ونحن نعيش ارتدادات ثورات الربيع العربي، ففي حين خرجت الملايين تطالب بإقامة دولة ديمقراطية بحيث لا يكون الحكم فيها محتكر لا لجهة ولا لفرد ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لمذهب، تم مقابلة ذلك بحرب شعواء من قبل عواصم الثورات المضادة التي سخرت جميع إمكاناتها السياسية والمالية لوأد الربيع العربي. وما مشاهد الدمار والفوضى هنا وهناك إلا نتاج هذه الحرب الظالمة على خيارات الشعوب وتطلعاتها في العيش بحرية وكرامة. خلال السنوات الماضية انتزقت الآمال بالآلام، لحظات شديدة، لحظات حزن ولحظات فرح،
لحظات تعب ومعاناة ولحظات أمل. عشنا الكثير من الكوارث، عشنا الكثير من الحزن، فالحرب على أشدها بين دعاة الديمقراطية، بين دعاة الدولة الديمقراطية التي لا تفرق بين أفرادها، وبين دعاة دولة الاستبداد التي تحاول دول الربيع، التي تحاول دول الثورات المضادة البقاء عليها، دولة المحسوبيات. في خضم هذه الحرب تحاول عواصم الثورات المضادة، وهنا أعني الرياض وأبوظبي وإيران وأتباعهم، تزوير الوقائع بتشويه ثورات الربيع العربي. مرة يقولون بأنه ربيع فارسي، ومرة يقولون بأنه ربيع عبري يدار من غرف في تل أبيب، وهذا ما جهرت به صحافتهم وكتاباتهم. لكن الأمور واضحة اليوم، الأمور باتت واضحة وضوح الشمس. ولد الربيع العربي من رحم المعاناة، فالفساد السياسي والدكتاتوريات وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان أسباب كافية لتقوم ألف ثورة وليس ثورة واحدة. لذلك كل دعاوى التضليل، كل دعاوى التضليل بشأن الربيع العربي لا تقف أبداً على أرض صلبة أبداً. نحن مع دولة ديمقراطية، وهنا نسأل نقول هل هم معها؟ نحن مع دولة ديمقراطية، هل هم معها؟ نحن ضد الإعدامات السياسية، هل هم ضدها؟ نحن ضد احتكار السلطة في عائلة أو منطقة أو بين العسكر، هل هم ضد هذا الاحتكار البائس؟ هل هم ضد هذا الاحتكار البائس؟ أما أنهم يعني جزءاً من تكريسه في الواقع العربي، صدقوني ما عاد في جعبتهم الكثير، سقطوا أخلاقياً، أظهروا قدراً كبيراً من العجرفة والإجرام، ظهروا مجرمين أمام شعوبهم، مكشوفين أمام شعوبهم وأمام العالم. الأهم أنهم أصبحوا ضعفاء يتوسلون حماية هذه الدولة أو تلك، حتى ورقة الإرهاب التي يعني يحلو لهم استخدامها لم تعد تنطلي على أحد. الإرهابي هو من يقتل من أجل السلطة، من يقتل خارج القانون، من يقتل لتحقيق ما صالحه الشخصية. الإرهابي هو من يستخدم الدين لترهيب الناس واستهداف المعارضين. من حق العرب اليوم، من حق العرب أن تكون لهم دول ديمقراطية تحكم بالقانون وتتأسس بناء على اختيارات الناس وتفضيلاتهم، هذا مشترف ولا تجاوز. هذا الآن بات ضرورة من ضرورات الحياة لكل عربي، تجاوزه لن يؤدي أبداً لبناء دول مستقرة. الأنظمة الدكتاتورية وأنظمة القمع هي أنظمة مأزومة لا مستقبل لها، المستقبل لنا وليس لهم. حقنا في الحياة والكرامة والمواطنة والعدالة حق أصيل، وليس يعني اعتداء على أحد ولا خطر ينبغي على العالم تجنبه أو الخشية منه. من يشكل خطراً حقيقياً على العالم هي الدكتاتوريات والاستبداد والقمع. نعم، 10 سنوات من الربيع العربي ومواجهة إرث سلطوي جاثم على منطقتنا منذ مئات السنين، في نفس الوقت بات بمقدورنا أن نفاخر أننا من أشعل هذه الشرارة. صحيح أن هذه الجولة تميل لمعسكر الثورات المضادة، لكنه نصر زائف، ومن قال
أن المعركة قد انتهت. لا تزال معركة الحرية والكرامة والديمقراطية مستمرة، وأنا على ثقة بأن العاقبة للشعوب. أيها الأحباب، اليوم تعيش اليمن أسوأ مراحلها التاريخية نتيجة الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني ومحاولة السيطرة على الدولة، وهو الأمر الذي لم يكن يعني أحد من اليمنيين يسمح بحدوثه. ما يزيد من عمق المأساة اليمنية هو هذا الانكشاف السياسي الفاضح، هذا الانكشاف السياسي غير المحدود. فعلى مدار التاريخ كان لدينا طامعون وانتهازيون ومرتهنون للأجندات الخارجية، لكن ما يوجد اليوم شيء فظيع للغاية. فقد تخلت السلطة الشرعية عن وظائفها للميليشيات المسلحة وللدول الإقليمية. للأسف الأمر يعني لا يبدو أنه له علاقة بالتخاذل الذي يتميز به الساسة الضعفاء، كما أن الأمر يعني على ما يبدو ليس له علاقة بقلة الكفاءة ولا حتى بقلة الضمير. الحقيقة المؤسفة أن هناك من باع اليمن بثمن بخس، لكن هيهات. هناك من باع اليمن بثمن بخس، لكن هيهات أن يتم لهم ذلك، هيهات أن يتم لهم ذلك. هذا البلد هو بلد المفاجآت بامتياز، ولطالما اعتقد الطغاة والخونة على حد سواء أن اليمن سوف تستكين، لكن التاريخ يقول لنا أن اليمن منذ ألقى الله كلمته فوق هذه الأرض ما استكانت ولا رضيت بالهوان، وإن غدا لناظره لقريب. من هنا أجدد دعوتي لوقف الحرب واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت، وأن يتم حل الميليشيات، وأن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح، بالتزامن مع إطلاق مشروع كبير لإعادة إعمار اليمن وتفعيل مسار واضح للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. هذه الإجراءات ستكفل الحفاظ على الكيان اليمني وتمهد الطريق للتغيير في هرم السلطة واستعادة القرار الوطني المسلوب في الرياض وأبو ظبي وإيران. هنا أدعو جميع اليمنيين للاصطفاف خلف مصالح اليمن. نعم، علينا الاصطفاف خلف مصالح اليمن. إن استهداف مأرب وشبوة من قبل ميليشيات الحوثي لن يقود للسلام كما يتم الترويج له، لن يقود للسلام، بل سوف يطيل من عمق المأساة ولن يسفر عن شيء. استهداف المدنيين على أساس مناطقي مقيت في عدن لن يحقق أي نجاح للطرف الذي يقوم بهذه الانتهاكات. الحرب أخذت مننا الكثير، أخذت مننا أشياء كثيرة، فقدنا أعزاء وفقدنا قرارنا الوطني. علينا أن نعمل جميعا من أجل أن نعيد لليمن قرارها الوطني وسلامها الاجتماعي. علينا أن نعمل جميعا من أجل أن نعيد لليمن قرارها الوطني وسلامها الاجتماعي وحياتها السياسية. اليمن بلدنا نحن، ليست بلد السعودي ولا الإماراتي ولا الإيراني، علينا تذكر ذلك. ولنكن واضحين هنا ونحن ندعو للسلام بأننا مع السلام وضد الحرب، السلام الحقيقي المستدام وليس الاستسلام للظلم والقهر وسلطة الأمر الواقع. السلام
كما يراه المناضلون من أجل الحرية والعدالة هو الاستقرار القائم على العدالة والمساواة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون. ليس السلام الذي يطالب به المستبدون والذي يعني رضوخ المجتمع لجبروتهم وتسليمهم بظلمهم كقدر لا فكاك منه ولا نجاة منه إلا بالإسلام. السلام الذي يتأسس على خضوع المقهورين لقاهريهم ليس سلام، وإنما حرب يومية، حرب يومية تسحق آدمية البشر كل يوم وكل ساعة وكل ثانية يتنفس فيها المظلومون هواء ملوثا بالعبودية والخضوع للقوة الغاشمة. السلام كما نراه نحن الذين ننتمي لشعوبنا ولآدمية البشر وحق كل إنسان في الكرامة والحياة، والذي في ظله يمكن للناس التمتع بحقوقهم وحرياتهم ويكفل لهم صون كرامتهم من خلال دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون، وليست دول عصابات منفلتة من دون أي مسؤوليات. أخيراً أيها الأحبة، كثيرون في العالم اليوم يعتبرون الفوز بجائزة نوبل غاية طموحهم والنجاح الأقصى في حياتهم. مفهومي للنجاح هو قدرتي على المضي في الحياة بالطريقة التي تتوافق مع مبادئي، مع المبادئ والغايات الأخلاقية والوطنية التي أؤمن بها وأنطلق منها. مفهومي للنجاح هو أن أبقى على العهد والوعد وألا أخذل الثورة الشبابية الشعبية السلمية وألا أخذل الربيع العربي. باقية على العهد والوعد، وإني على ثقة بأن الفصل الأخير، فصل الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، سوف تكتبه الشعوب وليس المستبدون أو الطائفيون. شكراً لكم، شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لكم.